تجمهر في العاصمة الأردنية عمان مئات المتظاهرين بعد صلاة العصر أمام مسجد الحسيني تنديداً بسياسة الحكومة وارتفاع الأسعار، مطالبين بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة. رفع وصاية محكمة أمن الدولة، رفع وصاية المخابرات عن الشعب الأردني، محاربة الفساد، فتح جميع ملفات الفساد، الرفع الكامل للرفض الكامل لقانون الانتخاب والانتخابات القادمة. احنا نازلين اليوم ضد السياسات الاقتصادية اللي هلا عم تتخذها الحكومة برفع الأسعار، برفع الدعم، بتجويع الناس، فنازلين احنا لاحتجاج على هاي السياسات. هذه التظاهرة قابلتها أخرى موالية للحكومة وقد فرقت القوى الأمنية بين التظاهرتين. اللي بطالب في الإصلاح ومكافحة الفساد يحسن لسانه، يكون لسانه نظيف، مش يغرق إلا البلد فتنة. يذكر أن موجة الاستنكار هذه مستمرة منذ بضعة أشهر في العاصمة الأردنية.